وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من الرياضة فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء. فضيلة الشيخ، بداية نرحب بك، وفي ظل الأزمة التي تواجهها قطر قامت قناة الجزيرة ب يعني تصوير آية قرآنية وهي سورة يوسف ويعني إسقاطها على الأزمة الخليجية، ما أثار موجة غضب بلا شك على مواقع التواصل الاجتماعي. أنتم باعتباركم علماء الدين، كيف تصفون هذا التطاول على كتاب الله الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. القرآن الكريم كلام رب العزة والجلال، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا القرآن أنزله الله جل وعلا ليكون نورا وهداية وصلاحا لأحوال الناس، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكما قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولذلك جعله الله سبيلا من سبل النجاح والفلاح، كما قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن ليقودهم إلى رضا رب العزة والجلال، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد وصف الله عز وجل هذا القرآن بأوصاف تجعل القلوب تهاب من هذا الكتاب، كما قال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب المبين، والقرآن المجيد، إنه لقرآن كريم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لقد أنزلنا كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، جعله رحمة للناس، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال في وصف المؤمنين في موقفهم تجاه القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. دكتور، بلا شك الجميع يعلم مدى قدسية القرآن الكريم لدى جميع المسلمين في شتى دكتور هل تسمعني؟ الجميع ربما يعلم مدى قدسية القرآن الكريم لدى المسلمين في العالم أجمع، ويعني لا يتطاول على القرآن إلا من هو يعني شاذ من خارج الملة. إذن أنتم كعلماء تدركون أن هذا التطاول لم يأتي من فراغ، هل هو من قبل يعني توجيه خاطئ؟ هل هو من شاهدنا تقرير ليوسف القرضاوي دوره في يعني الخطابة وميله إلى فئة معينة ربما أثر على التوجهات هناك، فما رأيك دكتور في هذا الكلام؟ وظيفة العالم أن يبين مراد الله عز وجل بكتابه، وأن يدل الناس على ما فيه خيرهم وصلاحهم، وأن يقود الناس إلى جانب الأمن والاستقرار، كما قال تعالى في كتابه العزيز: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذين يستنبطون من الكتاب يعلمون حقائق الأمور، وبالتالي يعيدون الناس إلى كتاب رب العزة والجلال، مما يحصل به التآلف فيما بينهم واجتماع الكلمة، ليكون المؤمنون على قلب واحد سائرين على شرع رب العزة والجلال. ومن هنا نحن دائما نقف عند من يحرف الآيات القرآنية وينزلها في غير منزلها ويجعلها على غير مراد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القرآن هو كلام رب العزة والجلال، ومن ثم على المؤمن أن يحذر من أن يصرف مراد الله جل وعلا في كتابه
على غير مراده جل وعلا. إذن من الرياضة فضيلة الدكتور الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، شكرا جزيلا لك.